10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ومباراة جديدة وقمة مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي. ولكن قبل ما نعرف التفاصيل وموعد المباراة والقنوات الناقلة والمعلقين، توقع معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل ثلاث نقاط مهمين. ونتمنى دعمنا بالاشتراك في القناة ولايك للفيديو وتعطير التعليقات. بالصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. مباراة اليوم الزعيم الهلال أمام الاتحاد ضمن مباريات الجولة الرابعة ودوري روشن السعودي. المباراة على استاد الأمير فيصل بن فهد. توقيت المباراة مساء اليوم السبت في 9 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والعراق، والسابعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر. المباراة منقولة على SSC Sport 1 HD والمعلق مشار القرني، SSC Sport 5 HD والمعلق محمد حسين، SSC Sport 1 SD والمعلق أحمد النفيسة، وشاهد VIP رياضية والمعلق مشاري القرني. انتظرونا، سننقل لحضراتكم أحداث هذه المباراة على قناتنا إن شاء الله فتابعونا. يذكر بأن الاتحاد يحتل صدارة ترتيب دوري روشن برصيد 9 نقاط، ويأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط. توقعاتكم معنا في التعليقات من يفوز في هذه المباراة ويحصل ثلاث نقاط مهمين ومنافسات دوري روشن السعودي. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.